نهنئ الكويت على نجاح دورة الألعاب الخليجية الثالثة، ونبارك أيضا لأبطال الكويت على هذا الإنجاز المشرف من بين الألعاب، ومن بين الألعاب اللي كانت في الدورة رياضة أصلها ياباني، هي بين المصارعة اليابانية وفنون القتال لكن بدون استخدام السلاح. رحبوا معاي في بطل الكويت للجودو وحاصل الذهب مشعل العلي، ألف مبروك وحياك الله معنا. الله يبارك فيك وحييك، وأحب أشكركم على الاستضافة هذه، وأشكر كل الناس اللي دعمتنا من مواقع التواصل الاجتماعي وكل القنوات، ومشكورين. حق واجب يا مشعل، تستاهلون، دامكم أنتم رافعين رأس الكويت دائما وأبدا بهذه الميداليات الذهبية وزينتونا بهالذهب، تستاهلون، هذا أقل واجب نقدمه لكم. اليوم يمكن كثير من الناس يسمع رياضة الجودو عن هذه اللعبة لكن ما يعرف قوانينها وما يدري شنو هالرياضة هذه. خلينا نفهم المشاهد اليوم، نعطيه نبذة عن هذه الرياضة. عدل، هي رياضة دفاع عن النفس، يعني بشكل عام انك شلون تستغل قوة خصمك عشان انك ترميه على الارض، يعني صحيح. وفي لها يعني تكنيك بالارض اللي هو الخنق او الكسر او تثبيت، صحيح. ويعني فيها اكثر من 50 حركة تقدر انك تطبقها، ويعتمد على وين اتجاه الخصم وحركة الجسم، ولعبة يعني تتطلب أمور وايد معقدة إنك تجمعها مع بعض من ناحية لياقة بدنية وسرعة وقوة وقوة انفجارية ومرونة، مجهود جبار كله عشان تأخذ هاليوبون النقطة الكاملة. صحيح، صحيح. جميل. بالمقابل شون أنت هيئت نفسك؟ عدد ساعات التدريب اللي أنت تقضيها أسبوعيا علشان تجهز نفسك لهذه البطولة والميدالية الذهبية؟ طبعا كون يعني امثل منتخب الكويت، انا احاول ان اكون جاهز يعني كثر ما اقدر طول السنه، احاول على الاقل يعني اليوم تمرين واحد اذا مو تمرينين، لكن مثل ما انتم عارفين البطوله تاجلت اكثر من مره، احنا حاولنا نجهز لها يعني اكثر من مره ان نكون نمثل الكويت باحسن صوره، وبشهر رمضان الكريم ضغطنا على نفسنا، كنا نتمرن قبل وبعد الفطور، عقب ما خلص رمضان ثاني يوم عيد على طول سافرنا دولة أوزبكستان للمشاركة في معسكر دولي من أقوى المعسكرات، ومنها شفنا بعد المنتخبات الخليجية في منهم شارك فيه أيضا، وبعد ما رجعنا من المعسكر على طول دخلنا الأجواء البطولة واستمرينا يعني في التمرين لحين ما يعني بدأت البطولة، والحمد لله الله وفقنا بالذهب. تحضيرك الذهني يمكن اليوم مشعل، أنت كنت حاط ببالك أنك راح تحصد الذهب؟ طبعا يعني مثل ما انت عارف اللعبة هذه تحتاج تحضير ذهني جبار صراحة، وبالنسبة لهالبطولة بالذات يعني كونها على أرضك وبين ناسك وجمهورك، ف يعني صدق انك تكون تحت ضغط، لكن بنفس الوقت يعني شيء يحفزك انك تفوز يعني مهما حصل. الجمهور لا رهبة ولا شعور جميل اليوم، يمكن صحيح. قليل ما احنا نلعب في مثل هذه البطولات ويكون عامل الأرض والجمهور من صالحك، شلون شفت الحضور الجماهيري؟ والله شيء مميز صراحة، أول مرة يمر علي يعني كل خصوصا مجتمع الجود وكلهم على قلب واحد عليك، ما في هذا ولد هالنادي وهذاك النادي الثاني، منتخب خلاص انت تمثل الكويت، صحيح. كلهم يشجعونك يعني حتى في أوقات داخل اللعبة مثلا تكون تعبان أو تتشتت شوي تسمع الجماهير تنسى هذا كله تروح تقاتل زيادة، يعني الحمد لله ما شاء الله. مع أني ساعات يمكن كنت أظن أن الجماهير تشكل ضغط على اللاعب تواجده أمام كل هذه الأعداد الكبيرة، لكن اللي فهمته منك أن تواجد الجمهور وتشجيعه أيضا ممكن يكون له تأثير إيجابي. مشعل، بالمقابل منو من الفرق المنافسة اللي حسيت معاها بالصعوبة لغاية ما حصلت على الميدالية الذهبية؟ والله يعني كل المنتخبات كانت جاهزة ومستعدين يعني بصورة جدا جيدة، لكن البطولة هذه شوي تختلف عن البطولات اللي قبلها الخليجية طبعا، خصوصا بعد يعني الدخول في منتخبات دخلوا فيها يعني شوي محترفين وكذي، لكن يعني الحمد لله ما أثر هالشيء علينا وقدرنا نفوز. اليوم يمكن لعبة الجودو لها فئات كثيرة، في تلعب تحت 70 80 90، انت اي وزن تلعب؟ انا العب تحت 60 كيلو اللي هو اخف وزن، وزن الريشه يسمونه تقدر تقول ايه 60 كيلو. اليوم شلون شفت المنافسه في هالبطوله تحت هذا الوزن؟
كان في لاعبين صراحه مميزين مشاركين من مثلا دوله السعوديه، اخوي معتز، دوله الامارات اخوي احمد، كانوا يعني منافسين جدا صعبين وعلى مستوى دولي يعني لاعبين يشاركون وينجزون برا طبعا، لكن يعني البطوله كانت على ارضنا فشيء فرق وياي وايد. اكيد دائما اللعب على الارض وبين الجمهور مثل ما قلت قبل شوي عبد الله يفرق دائما. بالمقابل شنو خططك القادمه ان شاء الله للحصول على المزيد من الذهب؟ ان شاء الله باذن الله هذه تكون بدايه مشوار، ويعني رجعنا نتمرن الحمد لله وراح نستمر، وبالنسبه لي يعني ما راح اوقف، راح نبلش نشارك معسكرات دوليه اكثر، مشاركات دوليه اكثر، كلها على اساس الخبره تراكميه عندنا شوي باللعبه. وين راح تكون البطوله الجايه مشعل؟ ان شاء الله بطوله التضامن الاسلامي في تركيا. تركيا بإذن الله. ممتاز، تحضيراتكم أوكي؟ على قدم الوساطة. على قدم الوساطة. إيه. حلو. إذا كنا نبي نتكلم عن البطولة وأنت حصودك للمركز الأول والذهبية، الشباب اللي كانوا مشاركين وياك اللي تحت الفئات الثانية، اليوم كنتوا تعانون من بعض المشاكل أو تحضيرات قبل لا تبلشون في هذه البطولة والدشون؟ واجهتكم بعض الصعوبات؟ في صعوبات شوي، صارت ظروف للأسف يعني في لاعبين ما حالفهم الحظ انهم يشاركون، لان بحكم يعني الإصابات اللي صارت قبل البطولة بفترة يعني جدا قصيرة، لكن كانوا متواجدين الإخوان يعني اللي دخلوا بدالهم، وهذا تقريبا الشيء الوحيد اللي شوي أثر علينا يعني، بس الحمد لله الكل سوى اللي عليه وكفى ووفى، ومشكورين كلهم طبعا على وجودهم يعني سووا اللي عليهم. ومشعل بالمقابل خلينا نتكلم عن لحظة التكريم، هذه اللحظة اللي أنت انتظرتها، خصوصا أن التكريم يمكن حصل في أقل من 24 ساعة من بعد حصولك على هذا المركز، أبي مشاعرك في هذه اللحظة. طبعا يعني صراحة أول مرة يمر علي يعني، صحيح. بطولة أمس ختامها كان، اليوم تكريم جميع اللاعبين، جميع نعم. اللاعبين حضروا بميدالياتهم، والشيخ فهد صباح كان متواجد وكرمنا يعني، ما قصروا صراحة، وأحب أشكرهم وأشكر اللجنة الأولمبية وهيئة شباب الرياضة والاتحاد الكويتي للجودو على هذا التكريم، ونتمنى إن شاء الله دوم يكون الاهتمام هذا موجود أساس اللاعب يعني يقدر في دافع يكون. صحيح. إحنا اللي نشكرك يا مشعل، أنت اللي مشكور على هالذهب الطيب هذا اللي متوج فيه، وإن شاء الله دوم يا رب نشوفك في هالمستوى هذا بإذن الله. ودائما احنا شو نقول نجلة؟ احنا طماعين، غير الذهب ما نبي، دام انك عودنا على الذهب دائما استمر على هالمستوى هذا. عسى الله يوفقك يا حبيبي يا رب. ومن هاللعله احنا مشاهدينا عندنا فاصل، خلونا نروح هذا الفاصل ومن بعد نعود، خليكم ويانا يعني.